اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام بن حموده للسياره 050-516-3525. السياره اللي نزلت مخصوص اليوم عشان اصورها لكم هي الكابتيفا 2021، زي ما احنا شايفين شكل جديد، موديل جديد، موديل 21 زي ما شايفين. طبعا هنشوفها من الداخل. سياره 1.5 انجن تربو تشارج، 149 حصان، كبير تبعها سي في تي، استهلاك البترول بيكون اكسلنت، اللتر الواحد ماشي في حدود ال 14 كيلو. زي ما احنا شايفين من الداخل شاشة ما شاء الله كبيرة، مثبت السرعة، العدادات الديجيتال، الإضاءة الأوتوماتيك. اللمسات طبعا هي عيلة بتيجي في 5 ركاب أو 7 ركاب كمان حسب الحاجة. الداخل نرجع نشوف ورا ما شاء الله مساحة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين. ممكن تيجوا تشرفونا تشوفوها في الوكالة أو تبعتوا لنا طبعا على الواتساب، أرقامنا هتكون موجودة عندكم، انتوا عارفين احنا بنعمل إيه، نصور لكم كل شيء على الفيديوز، نبعتها لكم واتساب ونخلص لكم كل شيء على التليفون بدون ما تشرفونا حتى في الوكالة لو محتاجين. شكرا، اهلا بكم.